الو وياك نباه الله يكونك وعي توش ما سنت لا حنين فما عيني جايك فرق صبتي انا عيد وعد صاحبي وقيت فيه وياك انت مالك حاسس بشي ما شاء الله اللي مشيت نهاري هذا وجيت اللي دخلت اللي البارح مو زلت تعبان قاعد ابكي وعيت ما سنت يا فرق صبي يا مالك حاسس بشي يا عيني جايك ليش ما عجبك انت ماسي يا انت تجبل صاحبي وعده سويد احمد التعرضي انا دهن صبي صبي كاين الحق سويد احمد اروى بقايته هي حنيني ايش ما عجرك انت ما كنت ماشي حان لا صاحبي من قبيل تجبن لي وعد يا بعد ان انت قد راجع اخوي لي مولى الحم اتفقنا الحم نعدلو قال والله يا مع داخل دارنا نقبض الحم ما عندي القرع ان شاء الله وانا ما عندي الفضاء عندي شي مخلص بي شي صبي صبي يو. صبي يو يخليك يلا لك انا وحدك قتره هي يا تليفون قتره هي تعدل شنو ماني معدل شي يا تليفون اخبار يا تليفون طاري يا هاله هاي ناسي هم عندي صاحبي البارح ما فهمت هلا يتعدل ثم ما عندي شي انا ما عندي شي هاي تليفون هذا صاحبي سهل البارح دور قال لي حنيني قلت لك عن هاي تليفون صاحبي سهل البارح ايه قلت لك عنها انه ساعه البارح معايا ما عندي كان معايا في السفر ثم ثاني عود ثقيل لا يحركك شيء لا تعود اللي انا واش تديك بدل ما صدت الرياح تصد قلت لك يا ما هي واضحه اها خلي عنك ذكرش ما فيها عظام اللي ما صرط شيء ما ولا يحل لكن لا ترى حن ان شاء الله ايوه تو لا تعجلي انا اللي ما فصرال القصقصه لا تخلعوا اللي ما صرط شيء ما يحل انا ماني جاي اعدل لك روايه لا يدنكسني انت سمعتي الراعي فيك الخير الخال قالك انا الله انا ماني طاير يا خير انا بيا داي تليفونات وما عندي شيء ما تتو واضحه ها الله لا يقطع يديك لا لا يا ما انت بيا لك كاس قلت لك انا جاي نمشي بنادم حنيني اوكي تو هو والحام الدور خليه لك عند قرع والله انا ما عندي الفضل كان الدور خرص كانوا دينوني او حاور ثاني ود بالعشره الله من وقت فات الله لا هذا مو تليفون ساهه والله شكلي دورت وحرق بعد انا وارك الاخبار خفت عنها الو السلام عليكم ايما تليفون سيدي ماما الله يا تليفون عمر ولا احمد ما هو تليفون سيدي عايك من هين يكان حبيبته اها ما تشوفي من هين بتي عني منين؟ قلت لك عني في الدايره الرابعه في عرفات يا اوكي دونجي كان ان شاء الله اي جيني والله يا راني حانك ها حبا شبعت انا من المشكله انت اللي بالمبورو
ناقصك اليوم. ها النبي الخير يا اخويا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس ما شاء الله هو سيك بس لي ما شاء الله عم دراو كي الصباح اليوم كتري شي اخت عينك حمار ومالي بي تحل معايا ما قد حجر قد معايا يكون شرب حبل رقاد ولا كيف تحس لا مارك والله ماني رد عليك والله لا كي تحس لا مارك ولا قد حجر قد معكم صارت حبل رقاد ماري الله يا اختي بات داي حول الدار من فوقنا تيني ها ما خلع ما نجيت بيت معنا ما لقيت بيتي دور تسري صارت يسع شنو عندك الحل حل شنو صارت كنقولوا لك تقبي حولي هي تلوي لي كوم صا هي لا راسه ورقبته ها حزمي حتى هي ني ما اصبح ميت دور تصبحي انت راقده والله لها والله الله يسلمك يخليك انت مالك صاحبتي حتى قتري ني ما ينفعك يا القتري قيس القاضي انا ما نعرفهم قاضي ولا نعرف حد لا عندك حل تعرفي قاضي والله تعرفي بلادي اختي مشي بيا ساجيني قتري ديرون ايدك نعرف واحد خبار اللافية نوع من العمور والله لا خلي عنك سكتك الله يخليك لي اوتو كيف ترى صحابات انا عارف انا كيف ترى صحابات وني بيك مهم اللاذة مهم ترقدي انت نين اصبع عليك العاشر انت عطرت لي على الخيمة الخيمة متى تساوي عندي قاش السلام عليكم عليكم السلام يا لباس ما شاء الله لباس نقدر منين كنت راقدة كنت راقدة ليش بات راقدة والنهار تصلي راقدة انت حاجة تدور بات راقدة ومال راقدة خلوني كذا صار تعطيني الغدا تقضي تقولي انا كنت راقدة ندور ما رقدت ايش انت يا اختي شكرا لك يا خلع يا خلع لكن تحس لا مارك ندور ما رقدت شنو امي يا خلع دانتية سمعت الحين اقول لك خيرك يا خلع لك تحس لا مارك يا امي يا خلع دانتية يا خلع دانتية وخيرك يا خلع وانت يا قاعد من الشقاع اخوخو يا خلع وانت شنو هو انا بشر انا قال سنة زي ما تدقى انا قبطة معك خليني كذا ايه كنت افصل معي خليني قاعد افصل معك شنو ايه خليني انا جاي سنة جبت صنتك خيرك يا شخر يا ابو برقبتي حتى انا قاعد برقبتي حسني ورطني الله الله خليك بيت ويلي ليلك مر سهران اقعد وسيم من بات انا سهران الله يسلمك قلت اه قال الرجال ما تدعيني فيهم بات انا سهران ماني جايب ولا رجال عقبه كنت الرجال ويت منهم امي حتى انا من عاد بك انت يا الالات وفيت منهم قلت لك والله ما تخليت طلقني الطلاق قلت الطلاق وبس والله ما تخلى والله دنيل تخلى والله ما تخلى هيه بقى انت ما تعرفني ايوه طلعك رقبون طلعك شربون طلعك سبت انت ما تعرفني تبغي قلت طلعك ورقبك لين تشوف امشي بل مين امشي مفقول بل مين بقيت تمشي امشي ندور نمشي دور تشوفك والله ياخذنك شوارق عليش يعني الدويره الخامره والله يكون امشي والله ما تخلى ولا تخلى هالم ولا كنا تمشي تصلي راقدة وتبات راقدة وعقبة تقولي أنا كذا اندور راقبتي تخلص على التلفزيون والله فيسبوك والله قصرت عمر قاع شنو لقاء كامل علاش إلا كنهم في التلفون تبيرة ناس رايق قدر قاش اللي ويش قد حد قد هوقو يلا اليوم نقعد هوقو ومعمل بالحال وما وما عدل بها لكنهم تقبلها وتقول انا بيد انت وانا خيرك وانا انا اخذ لا تجي وما انا ما نخذ تفضلي لا بحمد قلت لك انت الملفات منين ملفات ما في توفيتهم
خير بعد رايهم مره رجعت اخبار راجل يشكي من الله يا رايهم صار تنقز لا بد في حد مشكله داخليهم علي يا اوكي ايوه تفضلوا تم هذه بينكم شنو هاي المراه قالت لي نعطيها على بيتها ايوه وقالت لي ان البيه فيها بيه فيها البيه فيها لاني نخر وينخر قال لا هي ما انا ما نخر ولا نخرتم اللي قال سكت مولانا ما عند حد في طريق اقلع عنك البصرات والله اذا نقلعهم مقبل سيدة فاضي يا خلاقة فيك ولا طارينا انا ماني عالم بيها قال مالك عالم بيها قلت لك ترى الراجل شايف علي شنو شايف علي اللي عنهم بديت تباطل بيك فيها لان خير ها قلت لك هاي الطاقة لا تواقعي لي تحتها واقعي لي هون عليها شلون واقع لها هنا؟ هون 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 اي والله واقع هون هاكي هاكي استلو هون ها ايوه 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 قلت لك اسمع اللي نقول لك حاكم عليك هون بثلاث طلقات ذي المرأة ثلاث طلقات ذي المرأة حرام عليك حرام يشيف على محمد والباب معك شدت ما لي قلت شد الريحة قدام هذا هو القضاء حق بعد قدام عني هذا هو القضاء قدام عني قلت له هذا ما هو الشريعة ضع ايوه الباب معك قالوا مولانا الباب معك ودعتك مولانا قال لي هذا ما هو الشريعة ومن قلت انت يا سيدي القاضي انه الشريعة قيم الباب عدلت انه الشريعة قال ما هو الشريعة ايوه الباب معك الباب ما هو الشريعة الباب معك ما يقول لك انه ما هو الشريعة ودعتك مولانا ترى شيء من الناس من خير طر حالك انت تنخر عليهم حيت ود السابعة وعيني سمعتي نطلع الثامنة حنا قلب علي ينعس ها الله لك الله لك ها